الدم كبار كبار يا حكاية بتبقى محكيش عنكم بكرا حكي اخبار يا عسكر الكم تحية رح صار لك 7 سنين عم تقاتل برا شو شعورك هلا بمنطقتك بسكنك عند ولادك الحمد لله ضلينا ناس عاملين بمنطقتنا اخذنا عليه وما فات علينا كل هالشيء هذا كل هالشيء هذا بدي له روح روح الشهيد البطل محمد خير محمد سليمان ابو قاسم كل هالشغل هذا اللي اشتغلناه طول هال7 سنين هي لروح الله يرحم الشهداء مخيم فلسطين تم يا شباب تم التحرير اين احنا عدوات فلسطين جنوب العاصمة تم التحرير منك شو معنا هون هذا احلى شعور بالدنيا لما بكون عم تقاتل برا ويجي وقت منطقتك وتحررها الحمد لله نحن هيك قريبين هذا شارع فلسطين هذا دوار فلسطين هذا شارع فلسطين قوة الولاية تنصح على الدوار اول ما وصل على الدوار نصل على الدوار قامون إلنا الشام إلنا كل سوريا إلنا نحن رجالة بالروح بالدم تفديك يا بشار بالروح بالدم تفديك يا بشار بالروح بالدم تفديك يا بشار